الكتابة يتسيد المرء واقعه، يقلب الهامش إلى متن ويدفع بالمتن المتسلط إلى كناسة في الزاوية. أكتب، أمتلك الحيز، أهلل. من قال أنني لا أمتلك حكايتي ولست فاعلة في التاريخ؟ الحمد لله يتهيألي إني عندي عقل. عقل كبير. أزمة مصر كبيرة أوي. هروب من الواقع. لا إطلاقاً، أنا مش معجبة بحكومتنا. موقف الدول العربية موقف سلبي؟ حد حكيم قال يا ريته كان سلبي